خبر حزين، لكن احنا اتكلمنا في ده بيحصل على مستوى العالم كتير. النهاردة انتحر مصاب بفيروس كورونا، نط من غرفته في الطابق الثالث بالعزل الصحي في مستشفى الحميات في قنا. مصدر أمني قال إنه عامل عنده 58 سنة، مقيم في الصمطة إبلي، مركز دشنة، شمال محافظة قنا. قفز من الطابق الثالث لمروره بحالة نفسية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد. المصدر قال إن المنتحر تم حجزه في حميات قنا ظهر أمس، يعني يوم واحد بس، بعد ظهور أعراض كورونا عليه وأثناء تلقي العلاج. تفاجأ الجميع بقفز هذا العامل من نافذة الغرفة الخاصة في مستشفى الحميات. احنا معانا الدكتور أحمد ثابت، خبير نفسي منتدب بوزارة العدل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك معانا المشاهدين. احنا بيشغلنا جدا مسألة الحالة النفسية عموما للبشر يعني، وكتير كنا بنستضيف أخصائيين نفسيين عشان نناقش خاصة في ظل الجائحة وتأثر الناس بيها. هل هو رعب من الموت ولا خوف من فكرة ضيق النفس، ولا احنا صدرنا حالة من الرعب في وسائل الإعلام، ولا المجهول انه حس انه ممكن كده كده هيموت طالما دخل العزل، لانه في افكار مغلوطه انه لو دخل العزل مش هيطلع. ايه الاسباب اللي ممكن تخلي مريض لسه داخل امبارح يتعالج يفكر انه ينتحر؟ في البدايه هنا خط التعازي لاهل المتوفي، ربنا يلطف بينا جميعا، وان شاء الله يعني بلدنا تسلم من هذا الوباء ان شاء الله. تاني حاجة ان احنا لو تفتكر حضرتك احنا كنا اتكلمنا قبل كده في موضوع ما يسمى الصلابة النفسية لدى كل شخص فينا. الصلابة النفسية دي بتخلي دي بتكتسب من خلال عملية التنشئة الاجتماعية والتمسك بالوازع الديني والعرف والتقاليد والقيم والأخلاق وكافة طرق التنشئة الاجتماعية. فبتدي الشخص فينا ما يسمى الصلابة النفسية ضد أي ضغوط نفسية. بس الصلابة النفسية دي مش عند كل البشر زي بعض. وإذا الشخص وصل لمرحلة اكتئاب فهو غير واعي إن هو يعني ما أنا اسمحي لي حضرتك، أنا بتكلم في إيه؟ إن الصلابة النفسية دي اللي هي بتحمينا من الوقوع فريسة لأي مرض نفسي او اي مرض ان احنا بنعاني منه، او اي اضطراب سلوكي او انحراف او كده، اللي هي بتحافظ على صوره الشخصيه الانسانيه سليمه وتقدر تواجه كل ما يقابلها من مصاعب او ضغوط. خلينا في الحاله اللي احنا فيها دي، طبعا في ظل الاجتياح الهائل. دكتور الو، يا ريت حضرتك توقف في مكان فيه شبكه لان الصوت بيقطع شويه، مش واضح يعني. حاضر. انا بقول لحضرتك في ظل الهلع الهائل اللي موجود دلوقتي ووسائل الاتصالات الحديثه والنت والخوف والرعب الموجود في العالم كله، ان وتجدي ان اللي هي الفيديوهات التي تبث من خلال وسائل الاتصالات الموجودة دلوقتي، يصوروا مثلا، كان حضرتك كنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع اللي هو المتوفي اللي كان حصل في بورسعيد، وكان اهله رفضوا استلامه. فطبعا كل ده خايف، يعني تخيلي حضرتك يعني انقطعت صلات الرحم الموجودة، حتى واحد اهله واقاربه رفضوا يستلموه عشان خايف يصاب من كورونا كمان. ما بقاش في حاجة. فتخيلي حضرتك ان كل هذا الرعب، كل ده لما بيتصل بأي شخص، بالإضافة ان دلوقتي اصبحت ان دلوقتي لما حد يعطس او حد يجي الناس بتقلق، ده لو حد كح تبقى ويجتنبوه. كل منا دلوقتي حتى يبقى خايف يعطس او خايف يقول لحد ان عنده برد، عشان الناس هيجتنبوه، لأن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، لما ينعزل الآخرين يبعدوا عنه فهيحس إن هو. طب دكتور، نعم،
أنا ما دكتور، حدثت. عشان انا مش واضح معايا الصوت قوي، خليني اسال حضرتك عن الخط الساخن بتاع الدعم النفسي اللي وزاره الصحه عاملاه. هل ممكن يساعد شويه انه حتى ده الناس وهي أكيد، قلقانه في ده البيوت؟ أكيد طبعا. ليه؟ لأن إحنا دلوقتي بنشتغل بموضوع التوازي، إن أنت بجانب الإجراءات الطبية والوقائية الموجودة الجسمية والبيولوجية، لازم في اللي هو الجانب النفسي، لأن أنت ده لا يقل أهمية عن الجانب الوقائي أو الطبي أكيد. أو العلاجي أو بالأدوية، لأنك أنت في الأول والآخر أنت بتطمن المريض، لأن أنت طب دكتور احمد، انا للاسف مش عارفه اتواصل قوي لان الصوت عند حضرتك فيه مشكله. انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد ثابت، الخبير النفسي المنتدب بوزاره العدل. ربنا يرحمه ويصبر اهله، وعشان كده كنت بقول خلونا ندعم بعض ونقول الحاجات الايجابيه ونطمن بعض. مفيش حاجه هتحصل غير اللي ربنا عاوزه، فخلونا بس شويه نكون اهدى ونطمن ونحاول دايما نبس طاقه ايجابيه لبعض، وما نفكرش ابدا في الحاجات السيئه اللي حصلت او اللي بتحصل. خلونا دايما نبص على النور المنور في اخر النفق.